بعد ما كتر الكلام وزاد عن منطقة رأس الحكمة المصرية، اتضح إن في أرض تانية عليها كلام. الأرض دي هي أرض منطقة رأس جميلة. إيه بالظبط اللي بيحصل في منطقة رأس جميلة؟ وكم مقدار السيولة اللي توفرها رأس الحكمة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الاستثمار في كل شيء تقريباً هو ده الواقع اللي بيحصل دلوقتي في مصر، أو اللي بتحاول الدولة تعمله. من كم يوم سمعنا عن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة، الأرض اللي بتوصف إنها جنة الله على الأرض. الأرض دي يا جماعة كلها خير ومنطقة حلوة جداً في البلد، وشكل العين عليها من زمان. الكل بيحاول يكسب والدولة كمان بتحاول تكسب، واقترب الإعلان عن استثمار في منطقة رأس الحكمة دي. موقع اليوم السابع الإخباري ذكر كده في تقرير ليه، ذكر إن الحكومة المصرية وعدد من الشركات والجهات الإماراتية قربوا يتفقوا على طريقة من خلالها يتم تنمية مدينة رأس الحكمة. الاتفاق ده هينتج عنه ضخ 22 مليار دولار في البنك المركزي المصري. طبعا انتوا عارفين ان الدولة محتاجة دولارات كتير، واكيد الدولارات دي الخاصة بأرض الحكمة هتكون مفيدة بشكل ما للدولة المصرية. شرح بقى تقرير اليوم السابع ان مدينة رأس الحكمة العين عليها من زمان، وانها جزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي. الخطة فيه ان المدينة كلها على بعضها تكون من اهم المناطق على خريطة السياحة العالمية. في نظرهم برضو من المتوقع أنها تسهم الاستثمارات الإماراتية المنتظر ضخها في السوق الإماراتي، وده في زيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك. ده من وجهة نظرهم برضو هيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازية، السوق السوداء يعني. وليلي بيسأل تأثير ده إيه على أرض الواقع، ففي اللي بيقول إن ده هيخفض سعر الدولار في السوق السوداء. وزير قطاع الأعمال بنفسه تكلم عنها، المهندس محمود عصمت، كشف بنفسه تفاصيل التخطيط لطرح أرض رأس جميلة بشرم الشيخ للاستثمارات أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي. الأرض دي ضمن المشروعات اللي هتطرحها الوزارة على المستثمرين. أرض رأس جميلة مساحتها 860 ألف فدان، وعلى كلام الوزير فسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة بالتعاون برضو مع الوزارات المعنية المصرية المختلفة، وبينها وزارة الإسكان للأرض، ودي للاستفادة القصوى منها، ودي اللي هتوفر مليارات الدولارات. مع العلم أن الوزير أكد أن الحد الآن في مرحلة الدراسة بخصوص أرض رأس جميلة، هم الآن في مرحلة بحث نموذج المناسب للاستثمار في المنطقة دي. الدراسات شغالة حالياً لتحقيق أقصى استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، والتفكير حالياً لتحقيق تكامل بين الأراضي دي. بالرجوع بقى لمنطقة رأس الحكمة، فوفقاً لوزارة الإسكان هم عاوزين المنطقة دي تكون مقصد سياحي عالمي يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وده بينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط عشان تنافس اللي زيها على المستوى العالمي، مع تحقيق مجتمعي حضري مستدام. في النهاية بقى متوقعين إن الدولارات اللي هتيجي من الاستثمارات دي هتساعد في هبوط سعر الدولار، هل هينزل أكتر ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.